ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وصلنا قبل قليل. وسائل إعلام عراقية تشير إلى حدوث انفجار في قاعدة كارسو في محافظة بابل بالعراق، انفجار مجهول لا أحد يعلم حتى اللحظة طبيعة هذا الانفجار. معنا الآن من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار. مرحبا بك شفيق، هل من معلومات بخصوص هذا الانفجار وفي أي منطقة بالتحديد؟ نعم طبعا، قبل قليل وقعت سلسلة انفجارات نتيجة استهداف صاروخي على ما يبدو بحسب مصادر أو وسائل إعلام محلية. استهدفت قاعدة كالتسو الواقعة في قضاء المسيب، وهو قضاء يعني بين محافظة بغداد شمالا وبين محافظة أو وتابع لمحافظة بابل جنوبا، جنوبي العاصمة العراقية، يبعد تقريبا نحو 50 كيلو متر عن مركز يعني مركز العاصمة العراقية. هذا المعسكر أو هذه القاعدة تستخدم في وقت يعني تواجد الأمريكي يعني بعد 2003، مقر من المقرات المهمة لانطلاق العمليات العسكرية الأمريكية التي والتحالف الدولي في ذلك الوقت. لكن يعني بالانسحاب يعني تركت هذه قوات التحالف الأمريكي في الدولي عفوا والقوات الأمريكية هذه القاعدة إلى القوات العراقية منذ عام 2011، ولغاية الآن هي قاعدة من القواعد العسكرية جنوبي العاصمة العراقية وتحديدا في قضاء المسيب كما أسلفت. يعني هذه القاعدة تضم تشكيلات من يعني قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي وأيضا القوات العراقية، أي قوات مشتركة عراقية. الصور التي وصلتنا من قبل يعني شهود عيان أو يعني او حتى مسترقين هي واقع على الطريق الدولي الواقع بين محافظه بغداد والذي يتصل بالمحافظات الجنوبيه وصولا الى كربلاء والنجف ووصولا حتى الى البصره، هذا الطريق الدولي السريع. فيمكن مشاهده هذه القاعده من قبل المسافرين والمسترقين الذين يعني يتخذون هذا الطريق بين المحافظات العراقية كما أسلفت، وهو يربط بين العاصمة العراقية وبين جنوب المحافظات الجنوبية. ممكن رؤية هذه القاعدة العسكرية والصور التي وصلتنا يعني قبل قليل تبين هول الانفجارات التي أحدثتها هذه أو هذا الاستهداف الصاروخي بحسب مصادر يعني ووسائل إعلام محلية. ويعني يقال أنها استهدفت يعني مخازن للذخيرة تابعة لهيئة الحشد الشعبي وتحديدا قوات اللواء الموعود، أحد تشكيلات الفصائل المسلحة التابعة لهيئة الحشد الشعبي. هذا يعني هذه يعني هذه الأنباء هي كما قلت أنباء أولية، ونتطلع إلى لمعرفة المزيد. واضح، شكرا جزيلا لك شفيق عبد الجبار مراسل التلفزيون العربي من بغداد.